السلام عليكم ورحمة الله. في الفيديو ده مش هنقول حاجة جديدة قوي، بس هنكمل شوية في الليسنرز. يعتبر احنا قلنا الكلام كل الفيديو اللي فات، بس في كام نوع من الليسنرز المستخدمين او بيستخدموا بكثرة، فاحنا عايزين بس نشوفهم. فاحنا هنروح على طول على التست بلان ونحط اليوزرز بتوعنا، هنخليهم على طول 10، وبعدين نيجي هنا ونحط سامبلر اللي هو HTTP request، نكتب على طول السيرفر بتاعنا بتاع جوجل، وبعدين نيجي عند الثريد جروب، وبعدين نضيف بقى الليسنر بتاعنا. في بقى نوعين من الليسنرز اللي هما السامري ريبورت والاجريجيت ريبورت. طبعا الاجريجيت ريبورت دي هتقولي ما هي الاجريجيت جراف، هو فعلا هي بس دي بجراف، دي من غير ده مجرد ريبورت، ده مجرد تجميع للداتا اللي حصلت. فاحنا هنجرب اول حاجه السامري ريبورت، وهنحط كمان الاجريجيت ريبورت، وهنعمل ران ونشوف النتيجه اللي هتحصل. المفروض كان ال10 يوزر دول دخلوا. طبعا احنا زي ما قلنا المره اللي فاتت، هنقول بسرعه الافريج ده الافريج تايم اللي ما بين الريكوست اللي انت بعته وما بين الرد بتاع السيرفر اللي هو الريسبونس بتاع السيرفر. المينيمم ده المينيمم تايم اللي خده الريكوست الواحد، وده الماكسيمم تايم. فرق ايه عن كان في حاجه موجود فيها اهي، يعني لو جينا هنا عند الاجريجيت ريبورت هتلاقي فيه زياده عليه الميديان وال90% وال95% وال99%. هو ده الفرق ما بينه وما بين الافريج، يعني هتلاقي الاثنين زي بعض بس الاختلاف الحاجات الزياده دي. فانت لو عايز تستخدم اي واحد فيهم استخدمه. في اختلاف كمان في السامري ريبورت عن الاجريجيت ريبورت اللي هو الستاندرد ديفيشن. الستاندرد ديفيشن ده زي ما قلنا ان هو التغير اللي حصل في الريسبونس تايم ده، كل ما يبقى قليل كل ما هيبقى افضل، يعني كل ما يعلى كل ما تعرف ان يعني في لود على السيرفر بتاعك. طبعا ايرور هنا مفيش ايرور عشان كل ال10 عدوا. هنيجي هنا للريسيفد كي بي والسنت كي بي والافريج بايتس، دول السايز بتوع الريسبونس اللي مبعوت لك من السيرفر. احنا ممكن بس عشان نجرب حاجه جديده بس هنشيل هنعمل كلير للداتا، ونيجي هنا نكتر مثلا عدد اللي هيدخلوا، نعملهم مثلا 500، ونبتدي نتفرج على اللي هيحصل. يعني لما هنيجي ندوس ران ونشوف ايه اللي هيحصل. دول عدد الناس اللي بيبتدوا يدخلهم، كل ده حصل في ساعة 8 ثواني. ده العداد اللي بيعد اهو، المفروض ان كده قرب ان ال 500 كلهم يدخلوا. بس لو ركزنا شوية هنلاقي ان الايرور طاير كده، في ايرور يعتبر 6%، 6% ما قدروش يدخلوا على السيرفر. طب ده سيرفر جوجل، يعني المفروض سيرفر قوي. فا اهو 6% بالظبط زي ما انا قلت، كل ده في 23 ثانية. يعني احنا قايلين له هنا ان دول هيدخلوا كلهم في ثانية واحدة، فهو ده اللي حصل بقى. طبعا زي ما احنا عارفين الميديان اللي هو ان كل الاعداد يعني الريكوستات اللي اقل من سبعة ثواني، يعني الريكوستات وصلت في اقل من 7 ثواني، وفي ريكوستات وصلت بعد 7 ثواني. 90% اللي هو ان 90% من الريكوستات وصلت اقل من 10 ثواني، 95% من الريكوستات وصلت اقل من 11 ثانية، 90% من الريكوستات وصلت اقل من 13 ثانية. طبعا زي ما انا قلت ان ده مش لازم يبقى بيساوي الماكسيمم قوي، بس هو بيبقى قريب منه. وكده احنا ان شاء الله يعتبر خلصنا الليسنرز. في فاضل حاجة بس اللي هي الاسيرشن، بس لما نشرح الاسيرشن نبقى نرجع للليسنر بتاعه. وقبل ما ننسى بس هنروح للسامري ريبورت، هنلاقي فيه هنا اللي هو الثروبوت. الثروبوت ده اللي هو عدد الريكوستات اللي اتبعتت في الثانية الواحدة، وطبعا السامبلز اللي هو هاش سامبلز دي عدد اليوزرز او عدد الريكوستات HTTP ريكوست اللي اتبعتت، عشان نبقى راجعين على كل حاجة وما نسيناش اي حاجة. وان شاء الله بقى الفيديو الجاي برضو مش هحاول اتأخر جامد عليكم. شكرا، مستنيكم.